رأينا في الجلسة الأولى للمنتدى تناولت الدورة الحكومي في تنمية ودعم المنتج التقني المحلي، ما هي أبرز المضامين التي وردت في آلية الدعم التقني؟ جميل جدا. أول شيء لازم أوضح وش هو المنتج التقني المحلي، لأن كثير يمكن يخفى عليهم أن المنتجات التقنية ما هي فقط نتكلم على أجهزة، بل نتكلم أيضا على خدمات، ونتكلم على نموذج موجود في المملكة العربية السعودية يستخدم يساند القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وأيضا يساند في القطاع العالمي في مسألة تمكين التقنية أو يكون جزء من نفس التقنيات المقدمة. بالحين لما نتكلم على الدور الحكومي هو في مساندة هذه التقنيات بأنها تظهر، مساندة هذه التقنيات بيتم استخدامها وتبنيها بشكل جدا صحيح، وأيضا أن يكون لها جزء أساسي في كثير من الحراك إلى الأمام في مجال التقنية المحلية وأيضا العالمية. هنا نعرف أن الأولوية للتقنيات السعودية أكيد، والتمكين لها يكون شيء مساند في خطوات من بداية هذه التقنية وتواجدها إلى إظهارها للمستخدمين كثر، زي منصة تك واللي هي المنصة اللي أظهرتها وتكلمت عليها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في نفس هذا الملتقى، واللي من خلال المنصة مكن كثير للتواجد لنفس الكلاينتس، نفس المستخدمين الزبائن، والوصول إلى سوق جديد من المستخدمين سواء في القطاع الحكومي الخاص أو القطاع الحكومي أو الخاص أو أيضا العالمي.